رجل يقول: زوجة أخي وضعت مع زوجتي، ورفض ابنها أن يأخذ ثدي أمه، ورفض أن يأخذ ثدي زوجتي، فكنا نحلب لبن زوجتي ونضعه في كوب ثم نسقي الطفل بسرنجة، هل يثبت به التحريم في الزواج؟ وهل يثبت التحريم عن طريق الحقنة في الوريد؟ النصوص الواردة في القرآن والسنة عبرت بالرضاع، فالرضاع معروف أنه مص اللبن من الثدي، أما وصول اللبن إلى الطفل بغير ذلك ففي حكمه خلاف. يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن حكم الرضاع يثبت بمص اللبن من الثدي وبصبه في الفم، وهو ما يعبر عنه بالوجور، وكذلك بالسعوط أو السعوط، وهو صبه في الأنف، ومثله ما لو عمل اللبن جبنا وأكله الطفل. وأبو حنيفة يخالف في مسألة الجبن، وذلك لزوال اسم اللبن عنه. أما داود وابن حزم الظاهريان فقصر الرضاع المحرم على المص بالفم فقط، واستدل الجمهور بأن الغرض من الرضاع وهو طرد الجوع وإنبات اللحم ونسز العظم يحصل بأي وسيلة تكون، كما جاء التعبير عن الغرض في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي رواها البخاري وغيره. وإذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بحقنة شرجية لم يحرم عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، ويحرم عند الشافعي، كما يفطر به الصائم، وله رأي آخر كالجمهور، لأن الحقنة في الشرج ليست للتغذية ولكن للإسهال، هكذا يقول. ورأى الظاهرية هذا الرأي وهو معتمد على النص على الرضاعة، وهي لا تكون إلا بمص اللبن من الثدي، فهم ملتزمون بالنص، والآخرون ناظرون إلى الحكمة والوسائل في تغير وتطور. فالمهم أن يكون اللبن قد وصل إلى جوف الطفل بأية وسيلة من الوسائل، والله أعلم.